أن تكتب عن فخامة فلا بد من انتقاء كلمات فخمة أو تليق بالفخامة، وأن تخطأ بكلمة فعليك دفع ثمن ذلك. حال الصحفي حتى وأن امتلك جمعيات للدفاع عن حقوقه وقوانين لحمايته. نقابة الصحفيين وعلى إثر خطأ لخبر صحفي في صحيفة الصباح فهمته المكاتب الإعلامية لنواب رؤساء الجمهورية، اعتبرت ردود الفعل ضد صحفيي الصحيفة بالمتسرعة مؤكدين وقوفهم مع الصحفيين في الدفاع عنهم. الموضوع الذي كتب بلقاء كان مباشر مع رئيس هيئة النزاهة، أجرى اللقاء رئيس التحرير. نعتقد أن حصول الخطأ ممكن في العمل الصحفي وخصوصا في العمل الورقي أو من خلال تفريغ المادة من جهاز التسجيل، لكن لا يمكن أن يحدث مثل هكذا خطأ، خاصة وأن رئيس التحرير كان يفرغ من جهاز تسجيل حديث السيد رئيس هيئة النزاهة. أنا أعتقد دائما الصحفي هو الضحية، خاصة عندما تكون بين الكبار، اللعبة بين الكبار. وجهة النظر القانونية لنقابة الصحفيين أكدت أنها لا تسمح بتجاوز الصحفيين الحدود وابتعادهم عن المهنية وممارستهم الاستهداف في ذات الوقت، الحفاظ على الصحفيين وحقوقهم. وأكدت أن قضية صحيفة الصباح الحكومية قيد التحقيق والنتائج كفيلة بإظهار التقصير الحاصل. على الصحفي أن يكون مهنيا وحياديا ودون أن تكون هناك مصلحته الشخصية في نقل الأخبار أو تزييفها أو نقلها. لذلك نقول لزملائنا عليكم الانتباه وعليكم أن تكونوا حياديين في نقل أي خبر أو أي لقاء. وأيضا هناك لجنة تحقيقية كما تعرفون ستظهر نتائجها على الملأ من خلال قناة العراقية أو من خلال جريدة الصباح، وتكون هناك الموضوع منتهي. وأعتقد الموضوع قد سوي وحسم بهذه الطريقة. ولم تعلن الحرب ضد الصحفيين إنما ضد الفاسدين، ويبدو أن مواجهة الفساد وكشف الملفات ستكون تغطيتها إعلاميا وصحفيا محفوفة بالمخاطر، وبهذا يتم البحث عن إعلاميين وصحفيين لا يخطئون من أجل تغطية إعلامية ترضي الجميع. محمد سعد، قناة الرشيد.